بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومعانديهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك. مفهوم القرب إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، التقرب إلى الله، إلى رسول الله، التقرب إلى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، التقرب إلى سيدي شباب أهل الجنة. هذا المفهوم القرب، هذا المضمون ورد مكرراً في زيارات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. النموذج الثاني في زيارة عاشوراء غير المعروفة: واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اجعلني من المقربين. المورد الثالث في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شعبان: أودعك شهادة مني تقربني إليك. وهنالك موارد عديدة. كيف يمكن لنا أن نطبق هذا المفهوم على أنفسنا؟ كيف أتقرب إلى الله؟ الناس في حياتهم العادية يتقربون إلى ملك، إلى حاكم، إلى قاض، إلى عالم، إلى تاجر، من بيده الكون، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأخيه وأبيه وجده، والسيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين. كيف يمكن أن نتقرب إليهم؟ وفي دائرة التقرب هنالك الأقرب فالأقرب. يمكن واحد يتقرب ولكن يتقرب بدرجات. واحد يتقرب بدرجة، واحد يتقرب بعشر درجات. عند الملك واحد يجلس عن يمينه، واحد يجلس عن يساره، واحد يجلس آخر القائمة. هاي درجات القرب والبعد. يمكن واحد في الدائرة ولكنه بعيد، واحد خارج الدائرة لا علينا به. الذي في دائرة القرب قد يكون قريباً وقد يكون قريباً جداً، كما نشاهده في هذه الدنيا. القريب إلى الحاكم أقرب واحد إلى منه
ثم منو؟ ثم الثالث، وهكذا تتفاوت درجات القرب بالنسبة إلى كل فرد وما يقدمه للقرب. هذا المفهوم، مفهوم القرب، كيف نطبقه على أنفسنا؟ ثم نخطو الخطوات تلو الخطوات لنكون الأقرب فالأقرب. هنالك عوامل متعددة، أنا أذكر بعض تلك العوامل بإذن الله تعالى. العامل الأول، أن يحمل الإنسان مشروع الهداية. الهداية مشروع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. من يحمل هذا المشروع يتقرب إلى سيد الشهداء أكثر فأكثر، لأنه يحمل ذلك الهم والهدف الذي استشهد من أجله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ في زيارة الأربعين: وبذل مهجته فيك، ضحى بكل شيء، بالغالي والنفيس، لأجل ماذا؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. إنقاذ الآخرين، واحد يحمل هدف الإمام الحسين، يحمل راية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا يكون أقرب إلى سيد الشهداء. ورد في كتاب بحار الأنوار المجلد 43 هذه الرواية، وردت هذه الرواية: الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، ما يعرف يتوضأ. الهداية قد تكون بالنسبة إلى البعيدين عن مذهب أهل البيت، بعيدين الخارجين عن دائرة الإسلام، مسيحي يجعله مسلما، يهودي يقربه إلى مجالس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليهتدي، أو خارج عن دائرة المذهب من المذاهب الأخرى يقربه إلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد يكون بعيد عن الأحكام الشرعية، لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف الأحكام الشرعية، واحد يقربه إلى منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل واحد حسب استطاعته، كل واحد بمقدار إمكانه. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وربما في صغر سنه رأى شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، الآن يجي يعلمه، شلون يعلمه؟ بأدب، بطريقة جميلة، لا تجرح مشاعره. يأتيان إلى هذا الشيخ الكبير ويقولان له: إحنا نتوضأ أمامك، أنت شوف أينا أحسن وضوءا. تارة أنت خاطب الطرف، أنت على خطأ، أنت على ضلال، أنت على باطل، أنت في النار، وإن كان ذلك حقا هذا يجرح مشاعره، هذا يأخذ موقف منك. وتارة تأتي بأسلوب لطيف، بأسلوب جميل، هذا الأسلوب الجميل يؤثر فيه فينجذب إلى مجالس الإمام الحسين، فينجذب إلى نور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الشيء اللي السيد العام حفظه الله يكرر عليه في كثير من مجالسه: هداية الشباب. الآن الشباب كثيرا ما بعيدين، إحنا في أجواءنا الحمد لله أجواء إيمانية، كثير من الشباب موجودين،
ولكن هنالك الكثير الذين ابتعدوا عن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما يحضر إلى مجالس الإمام الحسين، محرم على الأبواب، كل واحد يأخذ على عاتقه أن يجذب شابا إلى مجلس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليهتدي بنور الإمام الحسين عليه السلام في العقيدة، في العلم، في الأخلاق، في الأحكام الشرعية وما أشبه ذلك. هذا الشيخ الرجل الكبير حينما ينظر إلى وضوء الإمام الحسن والإمام الحسين يلتفت أنه لم يكن يحسن الوضوء، فقال: أنتما تحسنان الوضوء، أنا كنت مخطئ، الآن الحمد لله ببركتكما وببركة جدكما تعلم. مشروع الهداية، واحد يحاول ولو بكلمة واحدة يهدي الآخرين، بعض الأحيان ما يحتاج إلى جهد كبير وإنما يحتاج إلى كلمة واحدة، واحد جاي كل الطريق بس يحتاج الكلمة الأخيرة يسمعها من شفتك، بعض الأحيان جملة واحدة، عبارة واحدة، واحد يكتبها وينشرها، هاي العبارة تسبب هداية الآخرين. في إحدى البلاد الأجنبية خطيب من الخطباء الكرام يرتقي المنبر، بعد إكمال المجلس، انتهاء المجلس، يطلع يخرج إلى خارج الحسينية، يجد خارج الحسينية رجل مبين عليه قد بكى بكاء شديدا، مبين عليه، فصاحب المجلس كان يرافق الخطيب قال له: هذا الرجل مو مسلم، مو مسلم، ولكن كل ليلة يحضر إلى مجلسك ويجلس عند الباب ما يدخل احتراما للمكان، يعرف نفسه هذا خارج الدائرة، ولكن يحب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه ويبكي بكاء شديدا من أجل سيد الشهداء. هذا جاي 99 خطوة جاي قريب إلى مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بس يحتاج إلى كلمة. ربما واحد يقول هاي مو مسؤوليتي، ولكن هذه مسؤولية، واحد لازم الكلمة لا يتضايق من عدها مرة ومرتين وثلاث مرات. واحد كان مثال لطيف يضرب هذا المثال، يقول البسمار تخلوه بالحائط، فرد دقة تدقون على ما يدخل، يحتاج دقة ثانية، يحتاج دقة ثالثة، يحتاج رابعة إلى أن يثبت. الإيمان هم نفس الشيء، الهداية هم نفس الشيء. واحد فد مرة قال للجار تعال نروح المجلس، قال ما أجي، هذا مو دليل، يقول هذا ما يجي بعد أعوفه، لا مرة ثانية أقول، مرة ثالثة أقول، مرة رابعة أقول، مئة مرة أقول، بهذه الطريقة ما فاد، بطريقة ثانية، بطريقة ثالثة، مختلف أنواع الطرق إلى أن يؤثر. واحد ما يترك ابنه، واحد ما يترك أهله، واحد ما يترك عائلته، واحد ما لازم يترك المجتمع. جاء الخطيب وقال لهذا الفرد، وتبين أنه شاعر وله ديوان حول الإمام الحسين، ديوان كامل، شاعر حول الإمام الحسين، ينظم القوة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي تجذب أمثال هذا الفرد في كل العالم. جاء إليه وقال له، حوار دقائق، حوار دقائق، التفاصيل لا أدخل فيه، ولكن قال له: ما رؤيتك حول سيد الشهداء عليه السلام؟ بعبارات أخرى طبعا. فقال الرجل: الإمام الحسين عليه السلام سيد العقلاء. فقال له الخطيب: أنت تعتقد بأن الإمام الحسين سيد العقلاء وهو الحق؟ الإمام الحسين ضحى بكل ما ضحى
لأجل ماذا؟ لأجل دين جده. ألا يستحق أن تتبعه؟ هذا سيد العقلاء اللي أنت تعرف عنه كل شيء، ما سألت في يوم من الأيام لماذا ضحى؟ هذا الديوان اللي أنت نظمته في يوم من الأيام ما فكرت مع نفسك لماذا؟ والأطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن عليا ولي الله. كلمات تأتي من كل واحد منا، من كل فرد كلمة بسيطة: شنو رؤيتك حول سيد الشهداء؟ سيد العقلاء ضحى بكل شيء لأجل هذا الدين، أليس من الأجدر أن تتبع هذا الدين؟ وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. زهير، شنو كان زهير؟ على ما ينقل عثماني الهوى، واحد عثماني الهوى، يمكن ناصبي، يمكن، على ما ينقل البعض ينقلون هذا. ولكن مع ذلك الإمام الحسين تابعه، أرسل عليه، طلبه: شلون مع سيد الشهداء، مع هذه المكانة العظيمة اللي الإمام الحسين عنده، وهذا الفرد الضال المنحرف البعيد اللي كان يحاول هو وجماعته لينزلون في منزل واحد مع سيد الشهداء عليه السلام، صدفة في منزل من المنازل ابتعدوا شوي، وإذا برسول الإمام الحسين يأتي دقائق وينقلب. هنالك قضايا كثيرة، شاب عراقي بكلمة واحدة في سوريا غير واحد من مذهب منحرف إلى مذهب أهل البيت. وإلى يومنا هذا، يعني الوقت اللي إحنا كنا في سوريا، هذا الفرد كان موجود. من تلتقي به قل له كلمة عن الحسين عليه السلام، قل له تعال إلى مجلس الإمام الحسين عليه السلام، هذا المجلس يغير. مثل فرد واحد أفرضه ملطخ بالطين يدخل في البحر، إذا دخل في مجلس الإمام الحسين كأنه دخل في البحر. هذا العامل الأول. العامل الثاني: تجسيد الأخلاق الحسينية. الأخلاق له دور كبير جدا. إحنا أتباع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، علينا أن نتبع خلقه. كيف كان يتعامل؟ كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كلمة جميلة جدا يقول: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيبلغني ذلك فيسرني ويدخل علي منه السرور. الإمام الصادق يفرح حينما يرى أدب جعفر متمثلا في أتباعه. وأما إذا كان على غير ذلك، لم يحسن خلقه لا سمح الله، نزاع، شقاء، عركة، هوسة، لا سمح الله سباب، لا سمح الله شتايم، وأما إذا كان على غير ذلك فيبلغني ويدخل علي عاره وبلاءه وقيل هذا أدب جعفر
كل كلمة من عندي تحمل على الإمام الحسين، كل موقف من عندي يحمل على الإمام الحسين. هذا أدب الحسين، شكد مؤدب، شكد راقي. واحد من العلماء كان يقول الشعب العراقي، كلمة لطيفة، كسائر الشعوب مثل الآخرين، حال حاله، تعامله، ذهابه، مجيئه، قوله، فعله، بإيجابيات، بغير ذلك، بأخلاق حسنة، بغير ذلك. ولكن هذا الشعب فجأة يتحول إلى ملائكة. متى؟ في أيام الأربعين. نشاهد أيام الأربعين ملايين من الناس يأتون في مسيرة كبرى جدا في كل العراق. هؤلاء يتحولون إلى ملائكة، حقيقة ملائكة، لا نزاع، لا كلمة، لا إهانة، واحد يتنازل ويا للثاني، واحد يتفاهم مع الثاني. هذا شنو يعني؟ إلى قابلية، يعني هاي قدرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللي أثرت هذه القدرة في هذا الشعب بأكمله صغيرا وكبيرا. هذا أدب الحسين. المؤمنون في العراق لازم طول السنة يتحولون إلى ملائكة، يستطيعون؟ والشاهد أيام الأربعين شهر كامل يتحولون إلى ملائكة. هسه محرم لازم يتحولون إلى ملائكة. أي مكان أكو نزاع واحد يبتعد، أي مكان أكو كلمة لا سمح الله جارحة واحد يبتعد. هذا أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع الأصدقاء بل مع الأعداء، بل مع الأعداء. قضية جدا غريبة مذكورة في التاريخ في يوم عاشوراء بالنسبة إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. رجل من بني تميم جاء يحارب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جاء ليقتل الإمام الحسين. هذا الرجل في أسفل درك من الجحيم إلى يومنا هذا. الإمام الحسين دافع عن نفسه فسقط الرجل جريحا. منطق العالم اليوم شنو يقول؟ في الحرب، في المعركة، اقتله، هذا منطق العالم. ولكن منطق سيد الشهداء يختلف، ومنطق العالم، منطق الإنسانية، منطق العاطف، منطق الرحمة. الإمام الحسين بهذا الموقف يريد يبين للعالم، تبحثون عن الرحمة، إهنان الرحمة لا تجدونها في غير هذا المكان، لا تجدونها في غير هذا البيت. أتباع الإمام الحسين لازم يكونون هيك. منطق العالم، منطق الحرب يقول أجهز عليه، أقتله، محارب، قاتل، جاني، مجرم، مع من؟ مع سيد الشهداء. هسه واحد هو يريد يخفف، أتركه يا أبو عبد الله، خلص وقع، أتركه، ارجع على الخيام. ولكن منطق سيد الشهداء أيضا يأبى ذلك، تقدم إليه وقال له كلمة تحير العالم: ألك حاجة؟ تريد شيء أقدم لك خدمة؟ الله أكبر، شنو هالعظمة، شنو هالمدرسة، شنو هالتوجيه، يريد يوجهنا إلنا حتى ما أعداءكم كونوا هج. لعل هذا الموقف من سيد الشهداء يسبب هداية الملايين من الناس. فقال الرجل: نعم عندي حاجة، إلى آخر القضية. قال حاجته والإمام الحسين لبى حاجته. هذا لازم يكون دأبنا، هذه سيرتنا، هذه أمتنا، هؤلاء أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهنالك شواهد كثيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وحياة الإمام الحسن، وحياة الإمام الحسين، وحياة أمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء وسائر المعصومين.
العامل الثاني تجسيد الأخلاق الحسينية. العامل الثالث إقامة الشعائر الحسينية. ربما من أقوى نقاط قوة المؤمنين إقامة الشعائر، لا تجدون في غير هذا المذهب مثل هذه الشعائر التي تحمي وتحفظ المؤمنين. ولذا تشاهدون أي حاكم خلال هالقرن الأخير ظالم دكتاتور جاء وضرب هذه الشعائر. أنتم تعيشون في العراق نصف قرن ضرب هذه الشعائر. أول يأتي بلباس الدفاع عن هذه الشعائر، ما شفتوا الطاغية شلون كان يحارب كل شعيرة صغيرة وكبيرة، وهكذا سائر الطغاة خلال هالقرن نصف القرن اللي أنتم تشاهدوا في تركيا مثلا أتاتورك أو البهلوي الأول الشاح وسائر الطغاة جاءوا وضربوا الشعائر واحدة واحدة. ليش؟ لأنها تمثل نقطة قوة هائلة مذهلة جدا لا يوجد في غير هذا المذهب مثل هذه الشعائر التي تحمي المؤمنين وتربطهم بإمامهم. حتى أصغر شعيرة إن صح التعبير لبسوا السواد حتى هذا يحاربوا، علم أسود تخلي باب بيتك هذا يحاربوا، زيارة سيد الشهداء هذا يحاربوه، المشي إلى زيارة سيد الشهداء يحاربوه بأي طريقة بمختلف الطرق، إما بالإرهاب إما بالمفخخات إما بحاكم ظالم إما بطريقة ملتوية. أول سنة بعد زيارة الأربعين والبث الإعلامي اللي كان في العالم، الملايين اللي يمشون، أحدث موج في العالم، موج كبير جدا. إحدى البلاد المجاورة اللي هالعشر سنوات قالت على نفسها أن تقتل المؤمنين في العراق بكل طريقة، عرضت هاي الدولة اللي ربما الآلاف من المؤمنين قتلوا بسببها، عرضت على الحكومة اللي ذول الزوار ليش يجون ماشي، ليش يجون مشاة، يتعبون، احنا ندفع لكم اموال طائله اشتروا سيارات خلي يجون بالسياره. يعني شنو؟ يعني هاي الظاهره ما يتحملوها، هاي الشعيره ما يتحملوها، لازم يخربون هذه الشعيره باي طريقه، اما بالارهاب اما بالتهديد واما بطريقه ثانيه، نخصص لهم سيارات يمشون يجون بالسيارة لا يمشون بعد. هنالك جماعات وجماعات اهتدوا ببركة نظرة واحدة إلى شعائر سيد الشهداء، وهذا البكاء يرعبهم. البكاء ليش؟ شنو فلسفة البكاء؟ البكاء يرقق القلب، إذا رق القلب دخل فيه كلمة الحق نفذ فيه الحق. آية الله السيد الإمامي رحمه الله نقل هذه القضية، ذهب إلى الحاج في سنة من السنوات، التقى بعالم من علمائها، فذلك العالم فلتت من عنده كلمة، قال للسيد الإمامي مضمون القضية إنه إحنا سنة نشتغل لنهدم أسس التشيع، والدعم كبير عندنا، عندهم ميزانية نسبة من وارد النفط نسبة كبيرة،
لماذا؟ للعمل التبليغي ضد مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول هذا العالم للسيد الإمامي رحمه الله: إحنا سنة كاملة نجند كل طاقاتنا لنضرب مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن أنتم عندكم يوم واحد يهدم كل ما أسسناه، يوم عاشوراء ينسف أساس كل ما قدمنا من عمل. يدرون أين قوة المؤمنين، أين قوة هذا المذهب، ويجندون كل طاقاتهم لضرب هذا المذهب عبر ضرب نقاط القوة فيه. فعلى المؤمنين أن يرفعوا هذه الراية بكل قوة. هذه عوامل ثلاث تؤثر في أن يكون الإنسان قريباً من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الأول أن يحمل مشروع الهداية، الثاني أن يجسد الأخلاق الحسينية، الثالث إقامة الشعائر الحسينية. واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المقربين لسيد الشهداء، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.